تعالوا دلوقتي مشاهدينا نروح لفقرتنا الفنية، والمخرج طارق العريان اتفق مع النجم عمرو يوسف على تأجيل الفيلم السينمائي الجديد التهويدة اللي كان مقرر يبدأ تصويره آخر الأسبوع ده، لكن اضطر العريان يأجل التصوير بسبب انشغال عمرو يوسف بتحضيرات مسلسل الملك اللي هيتعرض في شهر رمضان اللي جاي 2021. الفنان الكبير يحيى الفخراني استقر على ميعاد بداية تصوير مسلسله الجديد، أما فريق عمل فيلم جار القمر اللي بيقوم ببطولته النجمين كريم فهمي وياسمين رئيس هيرجعوا لاستئناف التصوير في نص شهر أكتوبر اللي جاي بعد ما وقف التصوير بعد 10 أيام بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا. المخرج عمرو عرفة استأنف تحضيرات فيلم أهل الكهف خلال الفترة اللي فاتت، وده بعد ما وقف حوالي سنتين، وانتهى بالفعل من تحضيرات الفيلم بعد ما قام بمعاينة أماكن التصوير والتعاقد مع الأبطال اللي هيشاركوا في بطولة الفيلم واللي بيضم النجوم محمد ممدوح وأمينة خليل وحسن الرداد. أما المطربة مي مصطفى فانتهت من تسجيل أغنية تتر البداية لمسلسل خيط حرير للنجمة مي عز الدين، والأغنية هتكون بنفس اسم العمل. أما بخصوص تتر النهاية فهتغنيه نورهان المرشدي بأغنية اسمها قتلت الماضي. الفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم بيسعدوا دلوقتي لإحياء أول حفلاتهم الغنائية في مصر من بداية جائحة كورونا، والحفلة اتحدد ميعادها يوم 12 أكتوبر اللي جاي. النجم راغب علامة بيستعد دلوقتي لطرح أغنيتين سنجل خلال أيام. خلصت أخبارنا الفنية مشاهدينا.